السلام عليكم خوتي لي ديزاد يوتيوبر، خوتي لي ديزاد فيسبوكر. معاكم خوكم الجيريان زنده. هاد لا فيديو ان شاء الله نديروها خفيف ظريف كي العاده، ان شاء الله نكونوا خفيفين الظل عليكم خوتي وما نطولوش عليكم بزاف. هاد التسجيل هذا راح نعمله كرد على الصحفي الغندور، الصحفي المسعور او الكلب المسعور، لانه لا يزال يتطاول على الجزائر والجزائريين، ويظن هو أن الجزائريين stupid people. من صح أنا نبرهن له أنه لسنا بأغبياء، باش إنسان كيما أنت يجي يحب يثورنا على شيخ راوراوا اللي هو الحاج راوراوا. حاشا كي تجي تحكي عليه برقول الحاج راوراوا، لأنك ماكش في المرتبة باش تتكلم عليه. حكي على سامي زاهر راسه كيما أنت. شغل تفكير واحد، احنا الجزائري كيدير حاجة في راسه يكملها. حاجة راه واحد يوصل لهذاك المرتب، ووصل بفضل الله وحده عز وجل، لأنه هو ابت باش يخدم في هذاك المركز. ونحيي الحاج راه ونقول له مبروك عليك، تستاهل ما أحسن من هكا، لأنه انت الإمكانية تاعك يعني فكريا عندك الخبرة في هذا الميدان. ونقول لك keep up the good work، ربي يوفقك إلى ما فيه الخير. نحييك أنت ونحيي الشيخ سعدان والطاقم الفني تاعكم كاع، ربي يوفقكم إلى ما فيه الخير. نقول للغندور زيب بليز، ماذا بيك اغلق فمك، خلاص خلاص جوزونا اخو، احنا ما رايحين لهنا يا اخوي. انت ما تقدرش تروح تما، ولا كي ما تقدرش تروح تما راح تقعد بلا 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 بلا. لا لا خلاص 7 مترات خويا. ونقول الفريق الوطني حضروا روحكم، كيما قال لهم مطمور، لاعب كريم مطمور قال لهم لي ما وش حاب يلعب مع انجلترا يريح في دارهم. قال لهم انا ندير مام جارديان، اذا قال لي شيخ سعد ندير جارديان نديرو. صافي بليزير اخويا، والله غير صافي بليزير. صغار تلعبوا قلبها، رانا نستناو فيكم معانا انجليز ان شاء الله تكونوا قدها. واخوكم الجيريان زنده معاكم دايما، ربي يوفقكم الى ما فيه الخير ان شاء الله. وتحية لخوتي الجزائريين اينما كانوا حيثما وجدوا، خاصة ناس سان فرانسيسكو، ناس نيويورك، ناس باري، سيرتو خويا مهدي، وناس انيار بزاف بزاف. ربي لاقينا بكم في ساعة الخير إن شاء الله خوتي لي زالجيريان، أينما كنتو أينما حيثما وجدتم. سيرتو خوتنا المغاربة والتوانسة والليبيين والسودانيين، ربي يوفقكم إن شاء الله. والسلام عليكم، تحية، ونلقى الأحبة إن شاء الله. نتمنى أن كنت خفيف الظل عليكم، ونوليو لكم عن قريب إن شاء الله. ربي يوفقكم، السلام عليكم.